شكرا جزيلا لك زميلي خالد ياسين، والشكر موصول ايضا لضيوفك الاعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم من ملعب الكامب نو في حضور جماهيري كبير، رغم انها مباراه كاس متعودين جماهير الكامب نو وجماهير البارسا وحتى جماهير مختلف النوادي في اسبانيا انها لا تحضر بهذه الكثافه لمباريات الكاس، خاصه عندما يتعلق الامر بادوار اولى، ولكن الامر يتعلق اليوم بمباراه اشبيليا امام فريق برشلونه، الامر يتعلق بمباراه يريد فيها البارسا تعويض هدفين وضمان تأهل أمام الفريق الذي هزمه في نهائي السنة الماضية بالخمسة، تتذكرون جيدا، فريق برشلونة يريد أن يتأهل للمرة التاسعة على التوالي للدور النصف النهائي منذ 2011 إلى غاية السنة الماضية، كان دائما موجود في المباراة النصف النهائية لكأس. ريا سونتيس حكم هذه المباراة، كرسي احتياط البارسا في الروج القادم من نادي نابولي في هذا الماركاتو. خطيرة سرب يراح يوصل يدخل ممتازة، كرة من هنالك على جهة اليمنى تسديدة عن طريق اللاعب لونجلي، وانطلاقة سريعة من كوتينيو، التغطية الدفاعية من سيمون، ميسي مجددا، كوتينيو مع جوردي ألبا، ميسي جوردي ألبا والدفاع كيار من هنالك عن ميسا، كرة خطيرة والتوغل وبيكي، فالتغطية مع نادي إشبيلي أمام أندار للتأهل للدور النصف النهائي، دعوته لجماهير البارسا كأل ليو مع ابراهيم مدى العمادو، الكرة بعيدة الأمام خطيرة، التغطية الدفاعية الرائعة من هنالك عن طريق ميسا، اعتقد هذه اللحظة الأولى ميسي والدفاع وراحت من هنالك لويس سواريز قبل ما تخرج، لا الحكم قال ركنية، مرة الثانية لكوتينيو وبرشلونة تماما بحثا عن سرابيا وعن اندري سيلفا، ورجع ليو راح يلعبها بينيه، ترجع له ليو كوتينيو، عناصر فريق اشبيليا عن طريق ارونا، كرته ضربه جزاء، ضربه جزاء يسفرها حكم المباراه جوزي ماريا سونتيس في الدقيقه 12 من عمر المباراه. اوكي خلوني نشوف تقنيه الفار ماذا تقرر، انا ممكن اخطات، طلبوا منه التريض سيد الحكم، يقول له طبعا سأرى سعيد، ويتقدم كوتينيو حطها في الجول، كوتينيو حطها في الجول وسجل الهدف الاول لبرشلونه عند الدقيقه 13، جول البرازيلي مسجل أربعة أهداف في الدوري، ها هو يفتح عداده في كأس الملك ويسجل هدف طبعا مفيد جدا بالنسبة إليه من الناحية المعنوية، نعم مفيد جدا بالنسبة إليه، حطها في الزاوية اليمنى، الحارس سوريانو راح مع الكرة ولكنه لم يتمكن من صدها. كنت قلت بانه اشبيليا لو يصمد 20 ثانيه 20 دقيقه راح يكون مفيد بالنسبه اليه في نهايه المطاف، لم يصمد حتى ربع ساعه من اللاعب وتلقى الهدف الاول، البحث من سواريز، دخل ميسي، سواريز لم يتمكن من اعاده هذه الكره، رجعت للخلف جوميز، ميسي كره ممتازه لسواريز، اوووي وكير رائعه الكره هذه من سواريز من امام الدنماركي العملاق كيار، كاد يمر هدف مبكر مهم جدا لميسي ورفقائه في هذه المدار، لويس انريكي في اعلى الصوره ينفذ التمرير، ثلاث لاعبين امامه محاصر، ميسا ما زال يتفوق عليه، بوسكيتس الكره في التمرير، يو كيار الحكم هذه المره يقول لك ارتيال، ما رجعت الكره خطيره ممتازه والتوزيعه وسواريز اوبر وما زال باليسرى يراوغ وباليمنى يسدد ليو ميسي، كاد ياتي الجول لراكيتيتش على الجهه اليمنى، سيرجي روبرتو يفضل يبقى من هنالك، راكيتيتش ما زال عنده الكره، كوتينيو كره سواريز بعيده، التمرير على الجهه اليمنى وليس على راس اشبيليا، اولولو سلسل التوزيع خطيره، با 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 يا سلام هو لعناصر اشبيليا، اوي 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 اوي
انعدموا ولكن في وراء تسلل حتى بالتصميم من وراء تسلل ولكن هو ينتظر في القرار. سيلي سيوقف يا مانيجا. نعم ليس هناك بطاقة صفراء وإنما مجرد خطأ. هاي يا مانيجا ماذا ضيعت؟ كان واضح بأنك ضيعها بل بالأحرى كان واضح بأن سيليسن سيصد ضرب. أيوة يضعت الكرة لويس واريز بابا كاسيت الملك طبعا قلبها في سنة 66 أم طبعا كوتيني اليوم كذلك سجل للمرة الأولى في الكامب نو منذ ميسي مازال وصل لراكيتيتش دخل ليو راكيتيتش الكرة بعيدة والتغطية بالرأس يطلب راكيتيتش مدافعين ومع ذلك دخلوا من على عمق عناصر فريق برشلونة رايحين يتبعوا في ليو ميسي ولويس واريز وخليتوا راكيتيتش يدخل في العمق ويتمكن من تسجيل هدف ثاني لصالح فريق برشلونة. بابا رائع الكرة هذه راكيتيتش لم يكن متسللا هل لمس الكرة أم لا؟ نعم لمسها وهو الذي سجل هدف ثاني لصالح مزعج ومقرف مزعج خطيرة بابا الدفاع مش بالكرة من جانب لاعبي فريق اشبيليا عن طريق اللاعب ابراهيم عمادو بكيف الاعتراض والكرة تروح ركنية اليس القائد سيرجي غوميز الكرة مرفوعة بشكل رائع وبيكي لا راحت ركنية يقول حكم المباراة راكيتيتش كرة ممتازة لسيرجي والتقدير من هنالك عن طريق سيرجي غوميز بيكي وينو لونجلي بعيدة لا بيكي ولا لونجلي ولا حتى سوريانو راحت عالية من ليو ميسي. الخمس دقائق الأخيرة سندخل الآن مشاهدينا الفاضل من عمري هذا الشوط الأول من المباراة زاد ميسي دخل ميسي راح ميسي ممتازة جوردي ألبا وميسي يلعب بينية دخل سرابيا متسلل الحكم رمى يطلب بوسكيتس أرتور دخل الكرة الأرضية والتغطية الدفاعية من الملعب لسواريز يخرجها تنفذ من كوتينيو بيكي بسم الله الرحمن الرحيم مجددا بيتيس قبل هذه المباراة في انتظار ما سيفعله البرسا المرمى بروميس في الجهة اليمنى كرة خطيرة بانيجا والدفاع أمادو وبانيجا اولالا ثاني من عمر المباراة بنفس النسق بنفس الاستحواذ يلعب مع بروميس بعيد الكرة هذه سربيا على الجهة اليمنى عن طريق بانيجا في المراوغة بانيجا يحاول يمر بانيجا يوزع كرة لافيد هذه المخالفة وبيكي والحكم يقول خطأ لدفاع فريق برشلونة من لعبة كم كانت صعبة هكذا مرفوعة فوق الرؤوس على المعنويات ميسي والدفاع يدخل غطى كورتو البرازيلي مازال ارثور والحكم يقول ليس هناك خطا بنتيو سواريز في المراوغه سواريز يفضل يرجع للخلف راكيتيتش يطلب عليه سواريز سواريز وكوتينيو جول من مونتي فيديو الى سان باولو من الاجوالي الى البرازيلي من سواريز ممرر الى كوتينيو سجل ثنائية الأروع لكوتينيو الكل فرح له لأنه يعتقد بأن كوتينيو كان في حاجة إلى تسجيل أهداف وصناعة لعب لكي يعود إلى مستواه 3-0 صارت النتيجة الآن مشاهدينا الأفاضل لن يكون هناك وقت إضافي في هذه المباراة ولن تكون هناك ضربات ترجيح البارسا ستتأهل أو إشبيليا ستتأهل 3-0 للبارسا 3-1 لإشبيليا وبعد ذلك ميسي مازال ميسي هوبا 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 جول انتفاضة قطرانية في الكامب نو ميسي سيرجي ميسي وسيرجي روبرتو جول بالأربعة برشلونة تضرب اليوم بالأربعة برشلونة تدهس اليوم بالأربعة برشلونة متفوقة على إشبيليا في انتظار الخامس مثل ما فعل في نهائي السنة الماضية يا سلام هدفان في ظرف